هو المحاضرات المسجلة، هذا هو الأصل. ما يكتب على هذا الشيء؟ طيب الآن تسمعونني إن شاء الله. جيد، لأن الصوت واضح إن شاء الله. طيب كما ذكرت لكم، بعض الإخوان يسألون عن الملخص المطلوب، وذكرت لكم أن المطلوب هو المحاضرات المسجلة والمحاضرات الحية. إذا كان أحد عنده ملخص للمنهج من المحاضرات المسجلة يريد أن يذاكر منه، لا بأس، ما عندي مانع، ما عندي مشكلة. المهم أن يكون يحتوي على جميع المحاضرات، هذا أهم شيء. إذا كان يحتوي على المحاضرات جميعها فلا بأس، أهم شيء أنه يحتوي على جميع المحاضرات. طيب نبدأ على بركة الله. وقفنا في المحاضرة الماضية، أو تحدثنا في المحاضرة الماضية عن تعريف النحو، ثم بينا حديث عن الكلمة، وذكرنا أمثلة لها، وذكرنا أن المقصود بالكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، اللفظ المفرد الدال على معنى، وأنها قد تطلق على الكلام، قد تطلق على الكلام أحيانا. ثم تحدثنا عن أقسام الكلمة، أقسام الكلمة، أقسام الكلمة، فقلنا إنها اسم أو فعل أو حرف. ثم بعد ذلك تحدثنا عن علامات الاسم، علامات الاسم، وذكرنا 5 علامات للاسم.
بسم الله. طيب، تحدثنا أخلاقية بعض الإخوان يريد أخلاقه. طيب، تحدثنا عن أقسام الكلمة، وقلنا أنها اسم أو فعل أو حرف. اسم أو فعل أو حرف. ثم تحدثنا عن علامات الاسم. تحدثنا عن علامات الاسم. نعم، ذكرنا 5 علامات، صحيح. ثم تحدثنا عن أقسام الاسم، وأنه معرب ومبني، أو ما تحدثنا عن هذا؟ بلى، تحدثنا عنه. نعم، تحدثنا عن علامات الاسم، ثم قلنا الاسم معرب ومبني. لا بس نتحدث عنه الآن، إذا كنا ما تحدثنا نتحدث عنه الآن. تحدثنا عن المعرب والمبني، وقلنا أن الاسم ينقسم قسمين، معرب ومبني. فالمعرب هو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. لا بس ناخذ بشكل سريع، صحيح وصلنا عند الحرف، بس ناخذ بشكل سريع. المعرب الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. نعم، الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه أو بتغير وظيفته في الجملة. فمثلا تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومرت بزيد. زيد اسم معرب. لماذا اسم معرب؟ لأن آخره يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه. أما المبني هو عكس ذلك، الذي لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. مثل مثلا كلمة من، اسم من، تقول جاءني من أحب، رأيت من أحب، مررت بمن أحب، لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. طيب، المبني قصر ذكر العلماء له 3 أقسام أو 4، بل 4: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. هذه الأنواع الـ4. هذه الأنواع الـ4. المبني على الكسر مثل إيش؟ مثل كلمة هؤلاء، يشار بها إلى الجماعة. فإنك دائم تقول اسم إشارة مبني على الكسر في محل كذا، فهو دائما مبني على الكسر، دائما مبني على الكسر دائما. وكذلك كلمة أمشي مبني على الكسر دائما، وكذلك كلمة حذامي، وكلمة قطامي، هذه كلها مبنية على الكسر دائما، سواء كانت في محل رفع فاعل أو في محل رفع مفعول، في محل نصب مفعول عفوا، أو في محل جر، ما تتغير آخرها. أمسي أمسي أمسي، حذاني حذاني حذاني، ما في صوت.
ما في صوت. لو سمحت ما في صوت. دكتور في صوت. أنا في صوت. الآن تسمعونني جيد؟ الآن الصوت واضح ها؟ في صوت؟ طيب نعود إلى ما كنا فيه. المبني على الفتح هو 11 و17 يعني الأعداد المركبة. الأعداد المركبة طيب المبني على الضم، المبني على الضم مثل كلمة قبله وبعده، لله الأمر من قبله ومن بعده. لاحظوا أن بعده وقبله جاءت بعد من
مع ذلك بقيت في محل رفع، في محل جر لكنها مبنية على الضم، في محل جر لكنها مبنية على الضم. جيد. طيب المبني على الضم مثل أيضا أوله ودونه وراءه ونحو ذلك. المبني على السكون، المبني على السكون مثل كم الاستفهامية ومن كذلك الاستفهامية، هذه مبنية على الضم، مبنية على الضم. واضح إن شاء الله. طيب ننتقل مع ذلك إلى القسم الثاني وهو الفعل، وهو الفعل. الفعل قلنا ما يدل على حدث وزمن، نحو كتبت، فالحدث هو الكتابة، والزمن هو المضي، والزمن هو المضي. أقسامه ثلاثة بحسب الزمن: ماضي ومضارع وأمر. الفعل الماضي هو الذي يدل على شيء حدث في الزمن الماضي، مثل قرأت يعني في الماضي، وكتبت يعني في الماضي. واضح؟ قرأت وكتبت يعني في الماضي. طيب ما علامة الفعل الماضي؟ ما علامة الفعل الماضي؟ علامة الفعل الماضي هو قبول التاء، قبول التاء. فإذا قبلت التاء فعلا فإنه يعد فعلا ماضيا، مثل كتبت هند، وقامت خديجة، وعملت أسماء ونحو ذلك. وكذلك لو قبلت تاء الفاعل مثل قمت وأكلت وقعدت ونحو ذلك. أما حكم الإعرابي فإنه مبني على الفتح في الغالب، مثل قام وقعد وأكل وشرب ونحو ذلك، يكون مبني على الفتح، إلا إذا اتصلت به تاء الفاعل فإنه يبنى على السكون. إذا اتصل به ضمير رافع متحرك، فإنه يبنى على السكون، مثل تاء الفاعل مثلا قمت قعدت، أو ناء الدال الفاعلية مثل قمنا، أو نون النسوة مثل نسوة قمنا، فإن هذا كله يكون إيش؟ مبني على السكون. وقد يبنى على الواو إذا اتصل بواو الجماعة، مثل قاموا وقعدوا ونحو ذلك، يكون مبني على الواو إذا اتصل بواو الجماعة. واضح؟ إذن الفعل الماضي يبنى على الفعل الماضي يبنى على الفتح، يبنى على الفتحة، الفتح، إلا إذا اتصلت به ضمير الرافع المتحرك فإنه يبنى على السكون، وإذا اتصلت به واو الجماعة يبني على الواو. جيد، نعم أخذنا لكن مراجعة. طيب ننتقل إلى فعل الأمر، هو الذي يدل على الطلب، فتقول اكتب واعمل واحسن ونحو ذلك. ما هي علامة الدالة عليه؟ له علامتان، علامة معنوية وعلامة لفظية. علامة معنوية وعلامة لفظية. العلامة المعنوية هو أن يدل على الطلب، أن يدل على الطلب. العلامة المعنوية هي الدلالة على الطلب. العلامة اللفظية هي قبوله يا المخاطبة، قبوله يا
المخاطبة. نعم. كيف نعرف الاسم مبني أو معرب؟ إذا كان يقبل الحركات يتغير، يعني تتغير حركاته فهو معرب، إذا لم تتغير فهو مبني. وقد أخذنا المبنيات فغيرها يكون أحاول أرفع الصوت. زيد اسم، زيد اسم طبعا. طيب إذن فعل الأمر علامته لفظية ومعنوية، المعنوية هي تدل على الطلب، واللفظية أن يقبل ياء المخاطبة. فأي فعل دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة فإنه يسمى فعل فعل أمر. ما حكمه الإعرابي؟ حكمه الإعرابي أنه مبني على السكون، مبني على السكون، مثل اكتب واعمل وانجح ونحو ذلك. طيب طيب وقد يبنى احيانا على حذف حرف العله، قد يبنى على حذف حرف العله متى؟ اذا كان مختوما بحرف عله، مثل اخشى، اخشى الله، واربي زيدا، واقص عليهم، واقص عليهم، اذا كان معتل الاخر. نعم، اذا كان معتل الاخر فانه يبنى على حذف حرف العله، يبنى على حذف حرف العله، يبنى على حذف حرف العلة. واضح إن شاء الله؟ إذا كان مختوما بحرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة. طيب إذا كان مسندا إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يبنى على حذف الألف أو حذف الواو، مثل قوموا، قومي، قوما، ونحو ذلك. ممتاز، يبنى على حذف النون إذا كان مختوما بالألف أو الواو أو الياء. نقول مثلا اضربي، كيف تعربين؟ كيف نعرب اضربي؟ من يعرف كيف أعرب كلمة اضربي؟ نقول فعل أمر مبني على حذف النون. وكذلك لو قلت اضربوا فإن تقول ما فعل أمر مبني على حذف النون، وكذلك اضربا، ونحو ذلك، ونحو ذلك. طيب ننتقل فعل المضارع. فعل المضارع اسمه مضارع لأنه من ضارع يضارع فهو مضارع، يعني مشابه. مشابه لماذا؟ قالوا مشابه لاسم الفاعل لأنه يشابهه في حركاته وفي سكناته. تقول يضرب واسم الفعل ضارب، وتقول مثلا يستعمل واسم الفاعل مستعمل، ونحو ذلك، ونحو ذلك. طيب ما علامته؟ كيف أعرف أن هذا فعل مثلا مضارع؟ كيف أعرف أن هذا فعل مضارع؟ لا، ليس علامته الضمة، نعم إعرابي. أحسنتم أحسنتم. نعم، دخول لم، قبول لم، فإذا دخلت لم على الفعل معناها أنه فعل مضارع. وأيضا يعني من علاماته أن يكون أوله حرف من حروف المضارعة، وهي نأيت النون لنقوم، والهمزة أقوم، والياء يقوم، والتاء تقوم. هذه الأحرف المضارعة غالبا تكون أول فعل المضارع، لكن العلامة الأوضح هي قبول لم. فلا يوجد فعل يقبل لم إلا إذا كان فعلا مضارعا. أما وجود حرف الحروف المضارعة
فإنه قد يأتي حرف المضارعة أو الحرف عموما النون والهمزة والياء والتاء قد تأتي أول الأفعال الأخرى. نعم. طيب ما حكمه؟ حكمه الإعراب. الفعل المضارع معرب وليس مبني مثل الماضي والأمر. الفعل المضارع هو الفعل الوحيد المعرب. أما الفعل الماضي والفعل الأمر فإنهما مبنيان كما أخذنا سابقا. إذا الفعل المضارع هو المعرب. يعني ما معنى معرب؟ معرب يعني قد يكون مرفوع وقد يكون نعم منصوب وقد يكون مجزوم. نعم صحيح على المقصود المعرب. طيب طيب يقول المؤلف ان هناك استثناءات هنا. ليس كل الفعل المضارع مبني. احسنتم. نعم انه قد يبنى احيانا. متى يبنى؟ قد يبنى على السكون اذا اتصلت به نون النسوة. يبنى على السكون اذا اتصلت به نون النسوة مثل والوالدات يرضعن المطلقات يتربصن النسوة مثلا يلعبن الطالبات يكتبن ونحو ذلك. قد يبنى على الفتح متى؟ اذا اتصلت به نون التوكيد. يبنى على الفتح مثل لأضربنك لأدخلن ليضربن زيد أخاه. قال الله تعالى لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن. إذن فعل المضارع يبنى على الفتح يتصل به نون التوكيد. نون التوكيد. طبعا المؤلف هنا يعني فصل في مسألة يعني النون التوكيد المباشرة وغير المباشرة أي مثل تتبعان أو مثلا فإما ترين من البشر أحدا. هذا يقولون أنه نون التوكيد غير مباشرة هنا. ليش؟ لأنه يوجد واو جماعة أو ياء مخاطبة أو ألف الاثنين. واضح؟ إذا كان مسند إلى واو المخاطبة مثل تضربن أو مسند إلى ألف الاثنين مثل تتبعاني أو مسند إلى ياء المخاطبة مثل تضربن فإنه في هذه الحالة لا يكون مبنيا بل يكون معربان. معربان على كل حال ما الإشكال. هذا التفصيل هذا يعني ليس له كبير أهمية. أهم شيء أن تعرفوا أنه يكون مبني إذا اتصلت به نون التوكيد. أما مثلا أنها نون التوكيد مباشرة وغير مباشرة لا بأس. هذا ليس الأهمية. طيب ننتقل إلى الاسم الثالث وهو الحرف. الحرف يقولون ما دل على معنى في غيره ولا يستقل بنفسه. ما يدل على معنى في غيره ولا يستقل بنفسه. لا بد أن يكون مع شيء آخر. لا يكون مع شيء آخر يعني ما يمكن يكون وحده. ما علامة الحرف؟ قالوا علامته أنه لا يقبل علامة. عدمي. أحسنتم. لا يقبل علامة. إذا لم يقبل علامات الأسماء ولم يقبل علامات الأفعال فهو حرف. واضح؟ إذا لم يقبل علامة الأسماء ولم يقبل علامة الأفعال فهو حروف. الحروف كثيرة. منها حروف الجر من في عن إلى الباء والتاء ونحو ذلك. حروف الاستفهام هل والهمزة. حروف العطف الواو والفاء ثم وبل وباء إلى آخرها. ما حكمه الإعرابي؟ حكمه الإعرابي مبني. كل الحروف مبنية. نعم مثل تاء التأنيث كذلك. كل الحروف مبنية. مبنية على الحركة الموجودة فيها. مثلا تي تقول حرف جر مبني على السكون لأنه ساكن.
مثلا بمحمد الباء حرف جر مبني على ايش؟ مبني على الكسر، يعني مكسور خلاص. والله اعلم. طيب ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن الاعراب. انتهينا من الحديث عن الاقسام هذه والبناء، ننتقل الى الاعراب. طيب كلمه الهامش بالنسبه لي المنهج المقرر المطلوب، يوجد مذكرات انا وصلني يعني الان اقرا من او استفيد من مذكره لاحد الطلاب، لا ادري متى عام كم، مكتوب عليها 1430، كتب عليها كلمة خيال، حط ألفات، هذه جيدة. وأيضا أي مذكرة أخرى أو كتاب آخر، سواء كان مذكرة أو كتاب أو يشمل المحاضرات، خلاص اعتمدوا عليه، لا يعني تهتموا من هذا الأمر. إيه نعم، هذا مكتوب على ملخص خيال. كم صفحة هو عندكم؟ ما أدري إذا بتخلصه في غيره. كم صفحة؟ المهم كم صفحة هو؟ ما حد ذكر كم صفحة. خمسة وعشرين، 23، اي نعم تقريبا، لا مو 50، اي نعم. اللي عندي في 21 صفحة تقريبا، او يمكن 20 صفحة. اللي عندي في 20 صفحة، 50 يمكن تبرير خط. المهم على كل حال أنا ليس عندي ما ليس عندي 50 صفحة ولا 60 صفحة، لا عندي أنا 21 22 23، عندي 20 طبعا، لكن خط صغير ممكن لحد مثلا نكبره وصار أكثر. ما عندي. على كل حال مثل ما ذكرت لكم، أي مذكرة أو كتاب من الكتب التي اعتمدها الشيخ في المقدمة وهو يشمل المنهج، خلاص اعتمدوا وقرأوا وذاكروا، ولازم كلكم تذاكروا المنهج واحد، ممكن واحد يذاكر هذا والثاني يذاكر ذا، كلنا سواء، المهم أن المحاضرات موجودة فيها. طيب ننتقل للإعراب. قال الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يحدثه العامل، أثر ظاهر أو مقدر يحدثه العامل في آخر الكلمة، هذا يسمى الإعراب، يسمى الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يحدثه العامل، كما ذكرنا سابقا مثل كلمة زيد، تقول جاء زيد دن أو جاء محمد دن، رأيت محمدا، مررت بمحمد دن دن دن، هذه هي الإعراب، هو الأثر الظاهر الذي أحدثه العامل. الظاهر مثل محمد محمدا محمد، قد يكون مقدر مثل جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، هذا مقدر لأنه ما يظهر عليه بل تقدره عليه تقديرا. طيب أنواع الإعراب كم؟ أربعة. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم، هذه أنواع الإعراب، ولكل منها
حركة الأصلية، فالرفع الأصل فيه الضمة، والنصب الأصل فيه الفتحة، والجر الأصل فيه الكسرة، والجزم الأصل فيه إيش؟ السكون. أحسنتم، نعم السكون. طيب، قال المؤلف هنا هذه الأنواع الأربعة تنقسم ثلاث أقسام. الأول ما يشترك فيه الاسم والفعل، يشترك فيه الاسم والفعل، أي أنه يدخل على الأفعال ويدخل على الأسماء. ما هو هذا؟ أحسنتم، الرفع والنصب. الرفع والنصب يدخل على الأفعال ويدخل على الأسماء. يكتب زيد، يكتب زيد، فيكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وزيد فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أيوة، إذا تلاحظ أن الفعل مرفوع و الفاعل المرفوع، إذا الفاعل المرفوع والاسم المرفوع، إذا الرفع يدخل على الأفعال ويدخل على الأسماء. وكذلك النصب، تقول مثلا لن يضرب محمد خالدا، لن يضرب محمد خالدا، فيضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، وخالدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا بشكل مختصر الرفع والنصب يدخلان الأسماء ويدخلان في الأفعال. طيب، القسم الثاني ما يختص بالأسماء فقط، ما يختص بالأسماء فقط، وهو الجر، وهو الجر. القسم الثالث ما يختص بالأفعال فقط، وهو الجزم. نعم، زيد لم يحضر. طيب، وبينا أن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وعلامة الجر الأصلية هي الكسرة، وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، وعلامة الجزم الأصلية هي السكون أو حذف الحركة. طيب، بعد ذلك سنتحدث عن العلامات الفرعية، العلامات الفرعية. والعلامات الفرعية تكون في سبعة أبواب، في سبعة أبواب. وش معنى العلامات الفرعية؟ وش معنى العلامات الفرعية؟ العلامات الفرعية يعني الشيء الذي يرفع لكن ليس بالضمة نيابة، والشيء ينصب لكن ليس بالفتحة، والشيء يجر لكن ليس بالكسرة. هذه العلامات الفرعية. أو شيء يجزم لكن ليس بالسكون. أيوة، هذه تسمى علامات فرعية في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء واثنين في الأفعال. خمسة في الأفعال واثنين، خمسة في الأسماء واثنين في الأفعال. طيب، لعلنا نبدأ بعلامات فرعية في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. قبل ذلك، قبل أن نختم، إذا أحد عنده سؤال استفسار في المنهج تفضلوا. إذا أحد عنده سؤال استفسار، طريقة الأسئلة معروفة، طريقة الأسئلة هي اختيار متعدي. الصوت ضعيف، ماذا أفعل؟ رفعت الصوت قدر المستطاع، هذا الذي يستطيع. يمكن المشكلة عندكم، بعض الأخوان يقول أن المنهج أن الصوت زين، بس بعض الأخوان يمكن عندهم مشكلة. يسر الأسئلة، سهل الأسئلة، أنا ما أدري أسهل الأسئلة ولا أصعب الأسئلة، أنا بجيب عن المنهج، لن أخرج عن المنهج. ما أستطيع أن أنزل ملخص لأني ليس لي ذلك.
النظام لا يسمح لي أن أنزل ملخص. المنهج المطلوب هو اي نعم يا صاحبي. اي نعم نعم اللي نزل ملخص اي نفس ملخص صحيح صادق، هو الذي اقرا منه الان هو هذا الملخص، والذي ايضا يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني سيكون الاسئله يعني منه تقريبا ان شاء الله، يعني لن يخرج عنه كثيرا ان شاء الله. خلاص سمعتم فهمتموني الملخص اللي نزله الاخ الكريم تو قبل قليل، وتلاحظون اني يعني الخص منه تقريبا الان. ماشي الملخص نفسه اي نفسه هذا نعم نفسه تقريبا تكليف. أحاول إن شاء الله أعطيكم تكليف إن شاء الله تعالى. طيب الآن مثلا خليني أعطيكم الآن مثلا أسئلة من الذي مضى، طيب سيكون نفس الطريقة. يعني مثلا لو قلت لكم مثلا من علامات الاسم التي تدل عليه، ثم ذكرت ألف، قلت ألف قبول لم، باء قبول ال، جيم قبول التاء، دال الإعراب، في الإجابة الصحيحة في الإجابة الصحيحة من الإجابات التي ذكرت. نعم صحيح قبول نعم. هكذا إن شاء الله أسئلة تكون يعني من كذا وقريب منها، لا تكون إن شاء الله يعني صعبة. أعطيكم سؤال ثاني مثل قد يكون يعني أقول مثلا المبني هو الاسم المبني هو ألف الذي يتغير آخره، باء الذي يلزم شيئا واحدا، جيم الذي يأتي في أول الكلمة، دال الذي يأتي في آخر الجملة. صحيح منها واضح. المبني هو الذي لا يتغير آخره متغير عنه وهكذا. يلا وفقكم الله سد خطاكم، ذاكروا المقرر جيدا وإن شاء الله تفلحوا وتفوزوا وتنجحوا إن شاء الله تعالى. وفقكم الله سد خطاكم ويسر لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.